يوم الأربع اللي فات كتبت على جي 7 برايم إني وصلني من موقع بانجود شاحن لاسلكي ونظارة واقع افتراضي للمراجعة. شاركت البوست على حسابي الشخصي وطلبت من أصدقائي لو حد معاه S7H إنه يبعتهولي علشان أقدر أجرب الشاحن اللاسلكي وأقدر أصور المراجعة. يوم الخميس الصبح كانت المفاجأة لما فتحت الصفحة بتاعتي ولقيت بوست من حساب شخصي لأدمن سامسونج مصر في جملة قصيرة: إحنا نقدر نساعد. ووصلني منهم اتصال تليفوني عشان يقولولي إنهم قرروا يساعدوني أصور فيديو المراجعة بتاع الشاحن اللاسلكي. وفي نفس اليوم وصلني مندوب سامسونج وسلمني شنطة سامسونج بمحتواها الكبير. تليفون S7H بالضمان وبكل مشتملاته. سماعة السلك، الكيبل والشاحن. نظارة جير VR 2016 الجديدة. ومعها ضمان وأحزمة الرأس. ومحول من مايكرو USB لتايب C لأن النظارة دي كانت مجهزة انها تشتغل مع نوت 7. واخيرا جير S2 معاها حزام اضافي والشاحن السلك اللي بيتم توصيله بقاعدة الشحن اللاسلكية. وكأن سامسونج بتقولي لما تحب تحتفظ بتليفون شخصي احتفظ دايما بالاحسن. شكرا سامسونج على الهدية الجميلة. ودلوقتي أقدر أصور مراجعة موقع بانجود للشاحن اللاسلكي بتليفوني الجديد.